قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأب جور شرايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان الإعجاز في التجسد الإلهي، حيث ناقش الآباء الكهنة عبر اتصال هاتفي مع كل من الأب فرح حجازين والأب فادي هلسي حول عقيدة التجسد الإلهي، في حين استند الأب شرايحة في نقاشه على إنجيل يوحنا الذي مطلعه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. فإلى هناك نبدأ بموضوع التجسد الإلهي والإعجاز في هذا المعنى. لما نقول تجسد فتخبرنا أبونا، تعطينا المقدمة بين ما الشباب يحضروا الاتصال مع أبونا يعني فرح. بس ينحكى عن موضوع التجسد، نعم. لازم الواحد يفتح الإنجيل على يوحنا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. نعم. الكلمة المتجسد أخذ بداية ناسوته من مريم العذراء، نعم. لكن ليست هذه هي بداية الكلمة كما يخبرنا القديس أغسطينوس، نعم. لأنه هو مولود غير مخلوق، نعم. يعني لم يأتي زمن ما لم يكن فيه المسيح موجود، المسيح حلو. من البدء، وهنا يوحنا يؤكد البدع اللي كانت موجودة بتاريخ كتابة إنجيل يوحنا. كانوا يحكوا إنه الجسد مو حقيقي، جسد يسوع المسيح اللي أخده يعني كان جسد ممجد من لحظة ما انولد من مريم. هنا الكنيسة أثبتت عكس ذلك، لأنه ولد ولادة طفل وعاش بجسد ملء الجسد الإنساني، شابه الإنسان في كل شيء ما عدا الخطيئة. إذن لماذا التجسد الإلهي؟ ليش ربنا يترك عرشه ويجي على 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 الأرض عند الإنسان من دون كل هالكواكب اللي موجودة؟ اشمعنى يخص هذول الجماعة؟ الجواب بكل علم وبكل بساطة هو إنه لفداء البشرية. السبب البشرية أخطأت. في ناس بيحكي أنا شو ذنبي؟ آدم وحواء هم اللي أخطأوا. أنا اليوم كمان لو أكون محل آدم بدي أعمل نفس، بدي أعمل نفس الإشي. وجانا شوية انتقادات من الحلقة الماضية لما أنا حكيت إنه الله ليش طردهم بس أكلوا من معرفة شجرة معرفة الخير والشر؟ عشان خشية رب الإله أن يأكلوا من شجرة الخلود، نعم. ويقعدوا ظلهم بلطين، نعم. هذا إجانا بقولوا إيش عملتوا يا نورسات؟ عملتوها شجرتين مش شجرة واحدة، إحنا بشجرة واحدة مش خلصين، نعم. عملتوها شجرتين وموجود بتكوين من جاوب هدول، نعم. الأشخاص وأبونا جاب الجواب اليوم من يعني تكوين سفر التكوين 23 اللي حاب يرجع لها ويشوف القصة واضحة وما، نعم. يعني لا لبسة فيها يعني، نعم نعم. يعني ما فيها أي لبس، وفعلا كل شجرة كانت رمزيتها. لحد اليوم في ناس بيحبوا يزرعوا شجرة على اسم أولادهم، يعني بيجي مثلا بيجي طفل بالعيلة أو حفيد بيجي وبيزرعوا شجرة، بس يكبر الولد بيكبروا مع بعض هو والشجرة، حلو. بتصير أي هو بس يكبر يهتم فيها، نقول هاي زرعت يوم ميلاده، نعم. ففي هاي الخصوصية اللي ركز عليها القديس فرانسيس الأسيزي ما بين الطبيعة وما بين الإنسان، نعم. هذا التناغم، نعم. والجاذبية، نعم. الشعرية هاي بين غزل كل الشعراء والغزل بكل الكتاب المقدس. حضرتك حكيتي المرة الماضية عن سفر نشيد الأناشيد اللي كله فعلا غزل في هذا التناغم ما بين الإنسان والطبيعة. أين يرى الإنسان الجمال؟ بيشبه جمال البشر في جمال الطبيعة، نعم. يعني من هون كمان أبونا جاءت شجرة الميلاد. ليش منزينا؟ هي من شجرة لأنه الميلاد المسيح هو نتيجة حياة. الخطيئة اللي هي شجرة المعرفة الخير والشر، أو الشجرة اللي أكلوا منها آدم وحواء وأخطأوا تجسدوا المصالحة، نعم. وتم، نعم. تم الفداء. صباحك نور أبونا، واليوم إحنا وإنت حضرتك كنت باختيار العنوان اللي هو الإعجاز في التجسد الإلهي، فما معنى كلمة الإعجاز؟ إعجاز في التجسد الإلهي، وما هو الإعجاز الذي تم في عملية الفداء والخلاص؟ تفضل نسمعك. راح أركز على روحانية ليلة الميلاد، نعم. وأبعادها الروحية، وأبونا جورج ما شاء الله موجود عندك وهو الله يخليك يا أبونا، تلاميذك الله يخليك يا رب. إذن بالنسبة للميلاد، نعم. مرة أخرى في ليلة الميلاد المباركة ننشد هذه الكلمات، نعم. والكلمة صار بشرا وحل بيننا، نعم. هذه الكلمات التي لا يفهمها ولن يفهمها إلا المسيحي والمسيحي المؤمن، إلهنا صار إنسانا،
هذا الإله الذي ارتعد موسى عند رؤياه، هذا الإله الذي ارتعب أشعيا عند رؤيته وشعر ببعثه أمام عظمته وصرخ قائلا: ويل لي قد هلك لأني رجل دنس الشفتين، لقد رأت عيناي الملك رب الجنود. ونحن في هذه الليلة المقدسة نرى المسيح ولا نخافه، لأنه صار شبيها بنا وسكن بيننا. في ظلمة الليل وسكينته ولد المسيح طفلا في مغارة بيت لحم. ومن منا يخاف من طفل؟ ومن منا لا يحب الطفل؟ عندها دوى صوت الملائكة لا للرعب والفزع، بل لينقل لأناس بسطاء لرعاة غنم الخبر السار الفرح العظيم بمولد المخلص. لا تخافوا، قال الملاك للرعاة، فأنا لا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع البشر، إنه قد ولد لكم اليوم مخلص وهو المسيح الرب في مدينة داود. لماذا أتى المسيح؟ لم يأتي المسيح في رحلة سياحية إلى أرضنا ليأخذ بعض الصور التذكارية ثم يعود إلى أبيه السماوي، بل أتى في مهمة، في رسالة، وهي خلاص العالم من الخطيئة، خلاص كل واحد فينا من الخطيئة. لم يشأ أن يولد في قصور الملوك حيث الثياب الناعمة والرفاهية، هو الذي جاء ليخلص الإنسان من كبرياء الخطيئة بتواضعه، بل ولد فقيرا ومتواضعا في مغارة ليست له، ليكون صديقا لمن لا مأوى له، حتى أصبح الفقر علامة يعرف بها، كما قال الملاك للرعاة: هذه علامة لكم أنكم تجدون طفلا ملفوفا مضيعا في مدبر. ولد فقيرا لا يملك ذهبا ولا فضة، ليكون صديقا لمن لا مال عنده. عاش متنقلا، لا بيت له، لا سرير ولا مكانا يسرد إليه رأسه، ليكون رفيقا للمشردين من بيوتهم وبلادهم، وما أكثرهم في هذه الأيام. ولد في مغارة ليست له، ودفن في قبر ليس له. ولد وعاش ومات بلا خطيئة، ليكون صديقا للخاطئين. وهذا هو الهدف الذي من أجله صار شبيها بنا وسكن بيننا. لا محبة في سكن بيوت من حجر، ولا محبة للإقامة في الأواني الذهبية. فالدنيا وما فيها هي ملكه وهو خالقها، بل جاء كالراعي الصالح بحثا عن الخروف الضال، فلا يرتاح حتى يجده. وأنت أيها المسيحي هو الخروف الضال، فعد مع الراعي الصالح إلى حضيرة الخراف حيث السلام والطمأنينة. تأمل في هالسر العظيم، هالسر العظيم اللي تم بحسب الرسول بولس: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. قد تكون معجزة الميلاد معجزة لا يعبر عنها، وخرقت كل نواميس الطبيعة. بنشوف احنا بنردد آية في من سفر أشعياء 7:14: هل عذراء تحبل وتلد ابنا يدعى اسمه عمانوئيل. فسرها القديس متى: الله معنا. بنقرأ هذه الآية دون التأمل في مضمونها العظيم اللي يصعب تصديقه. هل عذراء تحبل وتلد؟ الواو هون باللغة واو العطف، بمعنى العذراء تحبل والعذراء تلد. هذا أمر خارق لم يتم، ما سمعت فيه البشرية. عذراء غير مرتبطة برجل تحبل وتلد. هنا كلمة الله الأزلي غير المحصور الموجود مع الآب والروح القدس منذ الأزل وأزل الأزل، لما حان ملء الزمان أخذ من دماء العذراء الطاهرة جسد وحل بيننا.
المخلص في تأنسه بحسب القديس أثناسيوس الإسكندري، وهو أفضل الآباء اللي كتبوا عن سر التجسد. المخلص بتأنسه تمم عمليتين. العملية الأولى هي المحبة برفع الموت عنا، حكم الموت حكم أزلي، طرد آدم من الفردوس، انفصل عن الله، فكان هذا هو الموت الروحي. لكن بتأنس المخلص رفع عنا حكم الموت بمعنى الموت الروحي، الانفصال عن الله، وأعادنا في اتحاد كامل مع الله بمحبته، لأن اللي فاق في الوصف. ثانيا جددنا بإعلان نفسه وإعلان بشريته الكاملة بأنه شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. بعض ضعاف العقل تصوروا أن الله الذي حل بيننا بالجسد أصبح محصور بالجسد، وأن الأماكن الأخرى البعيدة عن الجسد أصبحت خالية منه، أو أصبح العالم محروم منه ومن عنايته وتدبيره. لكنه ما يدعو إلى الغرابة أنه وهو الكلمة الذي وإن حواه الجسد فهو يحوي كل الأشياء، ولو حوى الجسد هو يحوي المحبة والتدبير والعناية في كل الكون. بمعنى إنه ولو حل في الجسد إلا أن تدبيره للعالم كله ما زال كما هو.